أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد رأيت بعض طلبة العلم يوالي ويعادي لشيخه ويقول هذا معصوم من الخطأ، فهل هذا صحيح؟ سمعتم الكلام في هذا، أن ما أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد عرضة للخطأ، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة عرضة للخطأ. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.